شكرا سيدة الرئيسة، شكرا سيدة السادة النواب المحترمين. طبعا لا شك أن الجائحة ديال كوفيد التي لازلنا في خضمها تركت أثر ليست سهلة على مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة إبان الحجر الشامل، وقد تأثرت قطاعات التجهيز والنقل واللوجستيك والماء على غرار باقي القطاعات، وإن بشكل متفاوت بإثار هذه الجائحة خاصة في فترة ديال الحجر الصحي الشامل. وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك سارعت بطبيعة الحال في المرحلة الأولى إلى الحفاظ على النقل الطرقي للبضائع، السادة النواب يتذكرون هذا الأمر، بطبيعة الحال بواحد العدد ديال الإجراءات الاحترازية، حافظنا كذلك على النقل البحري للبضائع لأن هذا كان مهم للبلاد ديالنا. بعد ما انخرطنا في القضية ديال التخفيف من الحجر الصحي، فتحنا المجال كذلك للنقل ديال المسافرين، واقتصرنا على جوج ديال الموانئ في أوروبا، الميناء ديال سات والميناء ديال جين في إيطاليا. سات فرنسا وجين في إيطاليا. هذه الإجراءات هذه كلها كانت إجراءات ضرورية، لأن المرحلة بطبيعة الحال كانت مرحلة صعيبة، لكن كانت فرصة بالنسبة لنا أننا ندير واحد البرنامج، واحد التصور للمرحلة المقبلة اللي غيكون فيه بطبيعة الحال المدى القصير، المدى المتوسط والمدى البعيد، باش نحافظوا على واحد العدد ديال الاستثمارات اللي هي استثمارات أساسية ومهيكلة في بلادنا، واللي تابعها واحد المنظومة اقتصادية كبيرة جدا، من خلال اعتماد الأسس التالية: بسرعة توفير الظروف المناسبة لاستعادة المقاولات العافية المالية ديالها والحفاظ على مناصب الشغل، تسريع بخلق دينامية إيجابية داخل القطاعات المعنية للحد من انعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية وتدارك الخسائر المترتبة عنها، وتعزيز دور المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة للوزارة كرافعة لخلق الثورة وإحداث مناصب الشغل، ثم تحسين المردودية الاقتصادية والمالية لاستثمارات الوزارة والمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها، وتعزيز دور الإدارة في مواكبة المقاولة بتقوية القرب والنجاعة في الأداء، وتقوية الاستثمارات العمومية والاستثمار على نفس النهج فيما يتعلق بالتوزيع المجالي العادل بين الجهات، حيث سيبلغ معدل الغلاف المالي سنويا فيما يتعلق بالميزانيات أكثر من 40 مليار ديال الدرهم سنويا كمعدل، بلا ما نتكلموا على ما يمكن أن نقوم به في إطار صندوق محمد السادس للاستثمار. نظرا لضيق الوقت سيدة السادة النواب، غنعطي العناوين الكبرى لكل قطاع على حدة، وغادي نبدا بالقطاع المالي لأنه ركزوا عليه السادة النواب باعتبار الحساسية للموضوع. أولا، لعلم سيدة السادة النواب، الوضعية الهيدرولوجية لسنة 2019-2020 معدل تساقطات المطار تراوحت ما بين ناقص 5% في حوض اللوكوس وناقص 67% في الحوض ديال سوس مسا، وناقص 50% في الحوض ديال برقراق الشاويه، وناقص 47% في الحوض ديال ام الربيع، والاخرين كذلك كان عندهم واحد العجز. بالنسبه للواردات المائيه اللي هي اساسيه بالنسبه للسدود، الحجم الاجمالي بلغ 4.3 مليار ديال الامطار المكعبه، مما يشكل عجزا يقدر بحوالي 64%. بالطبع السنه الماضيه كانت السنه تقريبا الرابعه منذ نهايه الثمانينات الان على مستوى الجفاف، وعرفت كذلك ارتفاع في الحرارة. العناوين الكبرى التي يمكن أن تجيب على الأسئلة ديال السيدات والسادة النواب: أولا، عندنا البرنامج ديال 2027 الذي ترأس انطلاقة جلالة الملك في 13 يناير 2020، الكلفة ديالو تتعرفوها 115.4 مليار ديال الدرهم. تم الانتهاء من البرنامج الوطني للماء 2050 الذي ينبني على تخطيط لمدة 30 سنة كما نص على ذلك القانون 36/15 ديال الماء. تم الانتهاء من إعداده وعرض في اللجنة الوزارية التي ترأسها السيد رئيس الحكومة في دجنبر 2019، والكلفة التقديرية لهذا البرنامج هذا حوالي 380 مليار ديال الدرهم. كما في علمكم، تم الانتهاء من بناء 6 سدود كبرى: دار خروفة بإقليم العرائش، سد شريف الإدريسي مرتي بإقليم تطوان، 6 مالوت بإقليم ميدلت، 6 تمقيت بإقليم الرشيدية، سد ولجد السلطان بإقليم الخميسات، سد مشلف بإقليم إفران. السدود الكبرى اللي هي قيد الانجاز: قدوسه بالرشيديه، سيدي عبد الله بتارودان، الخرو باقليم تطوان العرائش، تيداس باقليم الخميسات، تودغا بتنغير، مدز بصفرو، اكدز بزاكوره، غيس بالحسيمه، فاسك بكلميم، الساقيه الحمراء بالعيون، ترقا ومادي بكرسيف، ايد زياد بالحوز، سيدي عبو بتاونات. بولعوان الان سينطلق بالاقليم ديال الحوز، بولعوان بالاقليم ديال شيشاوه. ثم هناك 5 سدود مبرمجة لسنة 2020، رغم أن هذه السنة كانت سنة استثنائية بسبب جائحة كورونا، والعدد ديال 5 سدود عدد غير مسبوق في تاريخ بناء السدود ببلادنا،
عاده كنا تنديروا جوج حتى لثلاثه. عندنا غيكون عندنا كليه البرنابستي قاسم موجه للساقي التعليه ديال السيد محمد الخامس اللي غنرفعوا المليار الامتار المكعبه باقليمي الناظور وتاوريت، الرتبه باقليم تاونيات مليار ديال الامتار المكعبه، التاليه ديال السيد مختار السوسي اللي غيمر من 40 مليون امتار مكعبه ل 280 مليون حوالي سبعه الاضعاف موجه للسقي والشرب، والسد بني عزيمان باقليم الدريوش السقي والشرب والحمايه الفيضانات. هذه كلها تقريبا غادي تستلزم واحد 7.8 مليار ديال الدراهم و 2.4 مليار ديال الامتار المكعبه اللي غتضاف للحقينه العامه اللي عندنا في بلادنا. كذلك برمجنا للسنه المقبله خمسه ديال السدود الكبرى، السد ديال تكزيرت اقليم بني ملال، السد ديال خنقرو اقليم فيكيك، السد ديال وادي الخضر بازيلال، السد ديال تمري باكادير ايدا وتنان، والتعليه ديال سد انفوت باقليم سطات. هذه غادي تطلب 5 مليار ديال الدرهم. تم انتهاء كذلك من تحليه مياه البحر الشوك، سيتم الانتهاء من تحليه مياه البحر الشوك اكادير ان شاء الله. المرحله الاولى غتسالي في مارس 2021. تقوية الصبيب لمحطة التحلية بالأقاليم الجنوبية، الحسم في التكامل بين استعمالات محطة التحلية ديال الإقليم الداخلة فيما يتعلق بالسقي والشرب والميناء، الشروع في الخطوات الإجرائية للمشروع الكبير لتحلية مياه ديال الدار البيضاء الكبرى والمدن المحيطة بها. السعة غادي تكون تقريبا 300 مليون ديال الأمطار المكعبة سنويا، والكلفة حوالي 10 مليار ديال الدرهم. ربط المنظومة المائية الطنجة بسد دار خروفة، ربط المنظومة المائية الأكادير بالمجمع ديال المختار السوسي أولوز، ربط المنظومة المائية ديال تركيس بالمنظومة ديال الحسيمة، الربط المائي لشمال مدينة الدار البيضاء بالجنوب ديالها، وهذا غيخلينا بطبيعة الحال تعتمد أكثر على الشاوية بورقراق، تحسين دراسة الربط تحين بعد دراسة الربط المائي بين السد ديال المنع ديال السافلة سبو لو باغاج دو كار مع سيدي محمد بن عبد الله والمسيرة، والدراسات التفصيلية للسد ديال بني منصور بوحمد دار ميمون اللي غيكون فيه تقريبا 1.5 مليار ديال الامطار المكعبه، والربط المائي للجهات المعنيه. فيما يتعلق بالقطاع التجهيز، العناوين الكبرى ميناء الدخله الاطلسي ان شاء الله غيكون السنه المقبله 10 مليار ديال الدرهم، توزيع الحاجز الوقائي لمدينه الدار البيضاء مليار ديال الدرهم السنه المقبله، توسعه الميناء ديال الجبهه كذلك السنه المقبله، الربط السكاكي لميناء الناظور غرب المتوسط السنه المقبله، الشروع في الدراسات التفصيليه والتقنيه والماليه للربط السكاكي ديال مراكش اكادير وديال القنيطرة مراكش. تقريبا بين الربطين غيكون عندنا تقريبا 100 مليار ديال الدرهم 44 في 50 بالاضافه بطبيعه الحال الماتيريال غولوم. طريق السير ديال الكرسي في الناظور غينطلق السنه المقبله 4.6 مليار ديال الدرهم 105 كيلومتر، طريق السير ديال الدار البيضاء تيتملي 2 مليار ديال الدرهم 29 كيلومتر غينطلق كذلك السنه المقبله. انتهاء من تثليث طريق السيار المداري للدار البيضاء والطريق السيار ديال الدار البيضاء برشيد 1.7 مليار ديال الدرهم قيد الانجاز، والشروع في الدراسات التفصيليه للطريق السيار مراكش القلعه بني ملال خنيفره القطب ديال فاس مكناس تقريبا 400 كيلومتر بكلفه تقديريه ديال 20 مليار ديال الدرهم، تثنيه الطريق الوطني رقم 8 بين تاونات وفاس 1.5 مليار ديال الدرهم نشرعوا فيها ان شاء الله في نهايه السنه المقبله، انتهاء من المشروع الضخم الغير مسبوق اللي هو ربط تيزنيت بالداخل 1055 كيلومتر ب 10 ملايير ديال الدرهم، ثم هناك مشاريع قيد الدراسه طريق السير المداري الاكادير الكبرى والطريق السريع ديال الحاج بالرشيديه الريصاني. قطاع ديال اللوجيستيك انجاز عدد من المحطات اللوجستيه بشراكه مع عدد من الجهات. غنبداو المنطقه ديال ايت ملول جهه سوسمه 45 قطار، طلبات العروض غتكون في 23 نوفمبر المقبل، راس الماء 32 قطار في الربع الثالث من 2021، تمصرت مراكش اسفي 73 هكتار الربع الاول من 2022، بني ملال الخنيفره 9 هكتارات الربع الاول من 2022 يتم حاليا تعبئه العقار، منطقه ولاد صالح جهه ديال الدار البيضاء 3 هكتار الربع الثاني من 2022 تعبئه العقار. بالنسبه للقنيطره تم التوقيع على اتفاقيه حوالي 20 هكتار نحو حاليا في مرحله تعبئه العقار. فيما يتعلق بالنقل، النقل الطرقي البضائع تكلمت عليه استمر في الاشتغال، كذلك النقل البحري نظرا للاهميه له القصوى، تم اتخاذ عدد من الاجراءات الاحترازيه حمايه العاملين المرتفقين في 5 المجالات ديال النقل، النقل الجماعي المسافرين، النقل السياحي، النقل المزدوج، ونقل المستخدمين، بالاضافه بطبيعه الحال النقل الطرقي البضائع. هناك عقود برامج اقترحت على المهنيين خاصه النقل الطرقي البضائع ونقل المسافرين، اللي درنا معهم اجتماعات موسعه، واللي اقترحنا فيهم هذه العقود البرنامج، ولا زلنا ننتظر بطبيعه الحال ان نوقع على هذه العقود اللي غيكون عندها التي ستحدث تطويرا هاما في هذه الانماط في النقل على مستوى الهيكله على مستوى التنظيم
وكذلك على مستوى الجودة وضمان حقوق المشغلين وكذلك حقوق المشغلين. وطبيعة الحال كاين الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي أبدى استعداده للتوقيع على هذه العقود. شكرا سيدي الرئيس. شكرا.